60 كيلوغرام حاول تشيل جيد فورك ديكوسونتري اسكو تفي لابيد كان قدامي صفر حاجه بيضاء ديكوسونتري سي غراس مون اونترينور سي دم سي دامك تدريبات راهي شاقه بارك الله فيه شيخ كما نشوف نكونوا شنو على هنا راهو معنا ماديا معنويا تدريبيا جسديا الحرب في الجزائر المجد والخلود هاي شو هذا هنا ابراهيم أمين أتكلم وي أحسن نحن في إطار التحضير الحمد لله كما تشوف أنا كملت بروغرام تاعي اليوم الشبيبة راهم عمل صرامة الحمد لله الدعوة تمشي كما لازم الحال وبقينا 3 jours دو بريباراسيون إن شاء الله تكمل بخير إن شاء الله إن شاء الله هاد التعبير تاعو فيه ما يروحش بإذن الله إن شاء الله والأبطال تاعنا إن شاء الله يجيبوا ميداليات ونشوفوا الجزائر ونشوفوا رياضة الحمد لله الجزائرية والعربية والإفريقية بإذن الله إن شاء الله لازم كل شيء يديو كل شيء بيكومباكت كاع الكور تاعك يوليديو لا ملي بوان هي حتى اللي فيه تاعك كل شيء يولي صوت مليحة 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 صنعي تدخل شيخ نحولك واحد زوج دقائق ولا ثلاثة معليش 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 في صلاح الرجال دائما على الأهلة ما كاينش مشكل كما كنت تشوفوا هذا هو التحضير التحضير الأول يعني لو بريمير جروب راح يكونوا كاينين دور جروب للبطولة العالمية للحمل بالقوة ولا القوة البدنية اللي تجري بأمريكا عندنا 8 رياضيين اللي رانا نحضروا فيهم للبطولة العالم هذه كان رياضي يحيى حكيم هو مستنف سوب جونيور سي كادي وعندنا رياضي اللي هو موفق زكريا عاونين عليها ان شاء الله وكان 5 رياضيين اخرين من فئة سينيور أوبن لك حال عيسى فكير بو عاسم بو غالب و من نديروها مليح في راسنا بلي رانا الحين بلد الباور ليفتينغ وهي الولايات المتحدة وما راحين يخلونا حتى يعني حتى ما 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 حتى شونس هما يحبوا توجور دات لو برومي راهم يخدموا راهم يوجدوا سي بور سا اللي يعني رانا نديروا في التحضير تحضير لي تحضير شاق ودور وانتنسيف وهذا كل شيء اللي تحضير الرياضيين تاعنا باش يكونوا ان شاء الله في القمه ولو جور دو لا كومبيتيسيون يكونوا ارتاحوا ريكوبيراو كاع لي فورس تاعهم وهذا كل شيء باش نرفعوا الرايه الوطنيه ان شاء الله اليوم يسمعوا فينا من المسؤولين ولا من السلطات المحليه الولائيه الوطنيه باش يتعبوا ويخدموا كيما نخدموا حنا
وباش فريمو يخدموا في الوطنيه. باسكو نقولها بكل صراحه يعني كي يكون جروب يخدم وجروب راقد سا موتيف با سا موتيف با بور بور ليفي لو درابو الجزائري. هذا درابو اماله ان شاء الله الناس هذو السلطات يحسوا به كما نحسوا به احنا لو ساكريفيس. ماشي حكايه دراهم ولا حكايه دراهم الرجال هما اللي يجيبوهم هكذا. هذه حكايه شرف وحكايه رايه وطنيه وحكايه امبرنت وحكايه بصمه. يعني الانسان راهو عايش في الدنيا هذه كي يروح غدوه قال فلان ما خلاش قصر فلان خلى رجال موراه فهم خلى رجال موراه وخلى نتائج. كاين شي حاجه كيما يقول لك غير بالخدمه اللي تجيبهم بالدراهم ما تقدرش تجيب كلش. وشي هذا نحكي فيه من قلبي يعني كما يقول لك لا شير دو بول راهي تحكم فيا. رانا من 2007 وحنا واقفين على الرياضه هذه. الرياضه هذه اللي كانت في الجزائر يعني ما كانت عندها بالك كانت عندها شويه شعبيه ولكن المستوى تاعها ما كانش راهو ولا حق. هذه سيتون اكسبسيون نقولها. هذه سيتون سيتان اكسبلوا دراس على الرجال اللي راهي تسهر على الرياضه هذه. بالك الناس ما تعرفش قيمه الرجال هذه ولا ياخذوهم حاب يقولوا مش بعين الاعتبار. حقوا وعلموا باللي رزقها هذه سيت ان ترافاي دو جروب ان ترافاي كولوسال وان غران ساكريفيس. خاوتي الى غلطنا في حقكم سمحوا لنا. وهذه هي الحقيقه اللي نشوف فيها انا. هذه نظريه تاعي وهذا سي مونافي. ودوك كل واحد كيفاش ياخذ. نعطيك سؤال ولا زوج شيخ. تفضل. السؤال الاول صباح في البطوله نخرجوا على هذه الرياضه ندخلوا بطوله كمال الاسم. واش رايك في مستوى تاع لي زاتليت اللي راهم يطلع؟ ولا غا صافي بليزير. صافي بليزير وين نشوفوا المستوى تاع البطوله الجزائريه لكمال الاجسام اللي راهو كل سنه في تحسن ملحوظ. يعني اللي يجي يشوف لا كومبيتيسيون هذه كانه رانا في كومبيتيسيون انترناسيونال. يعني الحمد لله الرياضيين تعلموا يحضروا روحهم. حتى المدربين تاع لي كلوب راهم مشكورين تاع بناء الاجسام. اللي شفنا لي زاتليت طالعين افيك ان بون نيفو. كيسيون دو ديفينيسيون كاينه كيسيون دو بروبورسيون سيمتري كما قلت لك فيها تحسن ملحوظ. وراهم كاع مشكورين من طرف المدرب الوطني. زيد لك سؤال واحد اخر نعاودو نرجعو لرياضه الحمل بالقوى. بكري كنا نشاركو دوكا رانا نشاركو لازم كاين اوبجيكتيف. دوكا رانا نشاركو يعني حقوا وعلموا بلي هذو الرياضيين اللي راهم متاهلين باش يروحوا يديروا بطوله العالم راهم كلهم متاهلين باش يفوزوا بالميداليات الا وقعت حاجه من فوق يدينا الله غرم. ولكن صافي نقدروا نقولوا 8 على 8 ان شاء الله. ان شاء الله في 8 فيه ميداليات ذهبيه وفيه ميداليات برونزيه وفيه ميداليات فضيه وفيه ارقام ان شاء الله عالميه ويكون فيه خير وماشي حتحبس هنا. العام الجاي ان شاء الله نحاولوا دائما نحسنوا المستوى تاعنا حتى ونكونوا من احسن الفرق العالميه ولما لا احسن فريق عالمي. انا انسان متفائل وطموح. وكما قلت لكم الحكايه ماشي حبس هنا وماما راكم لاحظتوا هذا الشيء. كي نشوفوا يعني المستوى من 2007 ل 2016 اليوم كيفاش اصبح كل سنه راهو المستوى يتحسن. هذا الشيء اللي خليني انا باش نفكر باللي الطموحات مازالوا ومازال المستوى تاعنا يزيد ان شاء الله ومازال كاين اون نوفيل جينيراسيون اللي راهي طالعه ويكون خير ان شاء الله في الرياضه هذه ان شاء الله. كلمه الاخرى قبل ما نكوبيو. الكلمه الاخرى اللي نقولها نتمنى لي زوتر ديسيبلين ما يلزمش يصغروا روحهم. يلزم يعملوا مجهودات ويلا طلع النيفو تاع لو نيفو انترناسيونال تاع دوت ديسيبلين هما ثاني يلزم لهم يطلعوا النيفو تاعهم. سي با فري كو لو مونك دو موان مونك دو كومبيتونس مونك دو كومبيتونس اي مونك دو ريشيرش. نطلب من الديسيبلين الاخرين دائما يبقوا في ريشيرش ودائما يحرصوا ويتساءلوا
علاش علاش لي ناسيون الاخرين المستوى تاعهم يرتفع والمستوى تاعنا باقي هكذاك ولا يركل؟ هل سي با نورمال وجاكسيب با سا؟ والحجج ما نقبلهمش. وهذه هي. والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام.